السلام عليكم ورحمة الله، في حلقة جديدة من حلقات برنامج الرماية في أسبوع. حلقتنا هذه مثل ما وعدناكم راح تخصص لمنافسات بطولة كأس الاتحاد القطري للرماية والقوس انطلاق الموسم الرياضي 2014-2015. راح نتابع بهذه الحلقة أبرز النتائج والإنجازات اللي حققها أبطال وبطلات اللعبة. تابعوا كل هذه التفاصيل والأخبار والمعلومات والنتائج المتميزة من خلال برنامجكم برنامج الرماية في أسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريبات كانت قوية جدا على فترتين صباحا ومساء، والمنافسة اليوم كانت قوية جدا سواء بين احنا كسيدات او بيننا وبين الجونيور، والحمد لله يعني رمينا وكل يعني خذ ميداليته ومركزه، ونتمنى يعني في المنافسات الخارجية والبطولات العربية القادمة إن شاء الله نحصل مراكز. اليوم بنا بطولة الاتحاد الأولى وهي بداية الموسم للراميات والرماة، الحمد لله حققت الرامية نورة المهندي رقم جديد بالنسبة لها 609 في مسابقة الرعود، والحمد لله هاي يعتبر استعداد للبطولة العربية إن شاء الله. نتمنى للجميع التوفيق في البطولة. والله الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى حققنا ميدالية الثالث، وكنا مجتهدين صراحة، كنا عندنا البطولات برا، جينا من البطولات برا يعني فترة الأسبوع اللي تمرنا احنا فيه، والحمد لله اني جبت الثالث والحمد لله. مسابقات القادمة ان شاء الله، مسابقات القادمة ان شاء الله نبيض الوجه ان شاء الله بإذن الله، إذا الله كاتب لنا ان شاء الله. صحيح، يعني قبل انطلاق البطولة كان هناك اجتماع فني للبطولة في جميع الأجهزة العاملة في البطولة سواء كان على مستوى الشوزن، أسلحة الشوزن أو الرصاص. طبعا تم استدعاء الحكام العاملين في البطولة وتم مراجعة القوانين المستحدثة حاليا، والاستعدادات الحمد لله يعني على قدم وساق وكل شيء. انت كما تعرف يعني اللي المسابقه اللي انطلقت حتى الان اللي هي مسابقه التراب بجميع فياتها، رجال وسيدات وشباب وشابات، وكل يعني متحمس يعني انا، لانك تعرف يعني هذه البطوله هي بدايه الموسم ويلحقها استحقاقات يعني قادمه يعني في الاشهر القريبه، يعني في شهر 11 عندك البطوله الاسيويه في العين وعندك البطوله العربيه في الدوحة. فالبطولة الموجودة حاليا تعتبر استعداد للبطولات، علما بعض البطولات فيها كوتا مؤهلة الأولمبياد، فالكل حاضر على جميع المستويات، وأبطال قطر في الرماية كلهم متواجدين، والمنافسات يعني على أشدها يعني. الحمد لله
تقدر تقول بالعزيمة والإصرار، خاصة بعد ما كان مستواي نازل، قلت له أتحدى نفسي وإن شاء الله أنا أجيبها، والحمد لله أني جبتها، يعني الله وفقني الحمد لله. والله ما كان عندنا اصلا وقت كافي لان كنا تونا راجعين من اسياد كوريا، فتدربنا يا دوب يمكن يومين او ثلاثة ايام وعلى طول دخلنا على الكاس. اي الحمد لله تدرب تدريب مكثف والحمد لله الله وفقنا، والله بكنترول والكوتش ما قصرت والتدريبات المكثفه هي اللي ساعدتني. العالمين مثل ما كنت شايف كنا نتمرن قبل البطوله على التراب، والحمد لله رب العالمين صارت منافسه اليوم اول بطوله للاتحاد في الموسم الجديد. تمكنت من الحصول على الذهبيه ولله الحمد، لعبت شتوف مع مسعود بن علي لاعب اخر من دبل تراب، والحمد لله رب العالمين خذيت المركز الاول. نتوقع خلال المستقبل القادم والله ان شاء الله ان شاء الله. انا هدفي من مشاركه التراب تهيئتي ومع طريقه يعني تساعدني على اني ارمي دبل تراب بشكل افضل، لان تعرف النظام الجديد التراب دبل تراب صار يعني مختلف مشابه للتراب تقريبا يعني، فهدفي الاساسي هو يعني تدريب لي لنفسي انا. الله والله كانت تدريباتنا يعني ما كنا نحاول نتدرب كفاية، لأن أصلا من يوم ما رجعنا يعني من بطولة كوريا كانت عندنا فترة قصيرة إن إحنا نتدرب حق هالبطولة، والحمد لله جبت مركز أول على الومن وهاي شيء أفتخر فيه يعني، والحمد لله يعني شيء الله يبارك فيك. طبعا مع الجو كانت شوي الأجواء صعبة، كان يوم في شوي ريح وغبرة، بس الحمد لله قدرت اني احصد الميداليه الثالثه في الومن. اتمنى ان احقق، بيكون عندنا يوم الاثنين ان شاء الله مسابقات 10 متر واتمنى اسوي فيها اوكي. الحمد لله على اني قدرت اخذ المركز الاول. طبعا دخلنا في تدريبات وايد قبل هالبطوله، بالاضافه حق بطوله اسبانيا وبطوله كوريا، والحمد لله قدرت ان ناخذ المركز الاول. طبعا احنا يعني واجهتنا صعوبه ان انا كنت تحدي عشان اكون في البرونزيه، بس الحمد لله الله وفقني ان صرت الاولى على الجونيور. توقعاتك المسابقات القادمه؟ ان شاء الله باش تحالي في البطوله العربيه، وان شاء الله اجيب نفس ما جبت الحين المركز الاول. الله يبارك فيك ويطول عمرك. الحمد لله رب العالمين. الموسم الرياضي اكيد كانت نتيجه مجهودات، نتيجه تدريبات مكثفه، حدثنا عن الميداليه وعن اجواء المنافسات. والله الحمد لله التوفيق، توفقت اليوم ميداليه فضيه في رمايه ال 25 موحد، وكانت المنافسه قويه على قولة اخواننا الكويتيين حيل. اي والله. فالحمد لله توفقت بالميداليه هذه عقب اصرار وجهد، وبعد انقطاع شوي طويل عن التدريبات بسبب ظروف خاصة، والحمد لله. وهذه أنا مشاركتي إن شاء الله في بداية الموسم، وهو أصلا تجهيز البطولة العربية إن شاء الله. بالنسبة للمسابقات المتبقية في المسدس، نتوقع حصول ميدالية ثانية للرامي بإذن الله إن شاء الله. إحنا ما راح نبقي مجهود لا في السريع ولا في الهوائي إن شاء الله اللي باقي لنا. بالنسبة للسنتر
كنت متصدر الأول اللي هو أمس، ولكن أخفقت في طلقة طلعت يعني غصبا عني فنزلتني من الأول إلى الرابع، ولكن الحمد لله رب العالمين ما حد ياخذ الا نصيبه. واهم شيء اني انا كنت مبسوط بالنسبه للسنتر، المستوى كان مستوى عالي والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق ان شاء الله. وشكرا. مبروك احمد الشمري، الميداليه الذهبيه في البطوله، كيف كانت اجواء منافسات اليوم وش اللي تحضره حق المسابقه القادمه؟ والله وش، بسم الله الرحمن الرحيم. حضر تحضيرات مثل ما قلت المرة اللي فاتت، تحضيرات قوية مع كابتن زين، ومنها تدريبات 50 متر وال 25 والعشرة، والحمد لله حقق ثالث ميدالية، وباقي العشرة إن شاء الله حقق ميدالية مع الكبار. وهذه استعدادات البطولة العربية الجاية اللي بتصير هنا بالدوحة، وإن شاء الله حقق ميدالية في البطولة العربية. وصلنا وياكم الختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أوعدكم خلال المنافسات والمسابقات القادمة بكل جديد وبكل متميز. لا تنسون السبسكرايب واللايك، دائما يخلينا في مقدمة القنوات. في أمان الله.